في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر وبناء على معلومات مؤكدة واردة إلى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس ما أفادها وجود تحركات غير عادية بالمنطقة الشرقية لدائرة تنس وذلك بمحاذاة مع حدود المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازا، على إثر ذلك تم تفعيل المخطط الخاص بمجابهة ظاهرة الهجرة السرية عبر البحر، حيث تم غلق جميع المنافذ المؤدية من وإلى مدينة بن حواء، أين تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية من توقيف 15 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 52 سنة من مختلف ولايات الوطن، الشلف بالعباس، ولاية وهران وقسنطينة وميلا وتيبازا، من بينهم 7 مدبرين كانوا بصدد التحضير وتدبير الهجرة السرية عبر البحر باتجاه إسبانيا انطلاقا من شاطئ تيغزا ببلدية بن حواء، مع حجز معدات تتمثل في قارب نزهة سريع مزود بمحرك نوع سوزوكي 150 حصان وأربع مركبات سياحية ومركبة النقل والجر وعربة حمل قارب وبوصلة وعقود توثيق لمحركات قوارب نزهة وفواطير شراء محركات قارب نزهة وأمتعة خاصة بالموقوفين، بالإضافة إلى هواتف نقالة سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، وهذا بعد نهاية التحقيق واستكمال كافة الإجراءات القانونية في شأنهم. Thank you.